مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد اوكتاي يلماز. اهلا بكم سيد اوكتاي. اهلا بكم. بدايه، التحرك العسكري الجديد في التركي الجديد في سوريا، هل هو فقط لايقاف قوات النظام السوري في ريفي حماه وادلب؟ تحيه طيبه لكم ولجميع المشاهدين. في الحقيقه الهدف من هذه القافله العسكريه الجديده نقل تعزيزات وقوات إضافية إلى النقط المراقبة التركية التي تقع وسط الاشتباكات، وسط الهجوم قوات النظام على المدنيين والمعارضين المسلحين السوريين. وليس كما تدعي روسيا أو النظام طعم إيصال الطعم لهيئة التحرير الشام، لا، التي تعتبرها تركيا مجموعة إرهابية متطرفة وهي أكبر سبب لما نعيش اليوم من تقدم النظام واستمرار هذا القصف والمجازر. على الأقل تعطي ذريعة لروسيا وللنظام لاستمرار المجازر في هذه المنطقة المنكوبة. يعني إذن يعني باختصار، الطعم هذه التعزيزات التركية كانت إلى النقاط المراقبة التركية وليس لدعم جهة معينة، لدعم هيئة التحرير الشام التي تعتبر إرهابية. هناك من يتحدث سيد أوكتاي عن مشاركة روسية لقوات النظام في محيط الرتل العسكري، هل تأكد للدولة التركية هذا الكلام وما موقفها؟ يعني بكل التأكيد لا أدري يعني هل كانت هناك قوات روسية، ولكن مما لا شك فيه ما هو مؤكد، هذا القصف لمحيط القوات التركية جاءت بموافقة وبالضوء أخطر من روسيا. لماذا؟ لأن قبل كل شيء روسيا منزعجة جدا جدا من التوافقات التركية الأمريكية شرق الفرات واحتمال تأسيس مناطق آمنة على الحدود التركية السورية في هذه المنطقة بعيدا عن مشاركة روسيا. ثانيا، هناك محاولة لإجبار أو لدفع تركيا للانسحاب أو على الأقل لسحب بعض النقاط المراقبة، مثلا النقطة التاسعة في جنوب خان الشيخون، وهناك تقدم لقوات النظام، وتنظر قوات النظام على وجود هذا الوجود العسكري الترك هناك أنه أرقلة ربما أو للتقدم أو تمانع، يعني تنظر إليها أو يعني هناك محاولة لدفع تركيا للانسحاب من هذه على الأقل من هذه النقاط إلى أكثر شمالا إلى الحدود التركية. هل تعتقدون أن هذه رسالة مبطنة من النظام السوري ومن أيضا الطرف الروسي لتركيا من أن الأمر على أرض الواقع لن يكون سهلا؟ يعني هذه المنطقة الآمنة بغض النظر عن مدى هذه المنطقة لن يكون تطبيقها على الأرض سهلا حتى لو كانت هناك موافقة أمريكية على ذلك. تتحدثون عن المنطقة الآمنة في شرق الفرات أعتقد. نعم. تقصد. نعم. نعم يعني، ولكن هناك لا وجود للنظام السوري ولا للولايات المتحدة في شرق الفرات. يعني هناك خطر أكبر على النظام إن كانت نظام يفكر في الدولة السورية أو في السيادة السورية أو في الوحدة السورية من شرق الفرات وليس من إدلب. لماذا لا تسمح القوات الأمريكية للنظام العبور شرق الفرات ولا حتى لروسيا؟ إذن يعني تواجد القوات التركية، إذا فكرنا يعني من نظرة النظام، التواجد التركي في شرق الفرات ليس خطر على سوريا، بل هو لمنع احتمال تقسيم سوريا. ولذلك هدف النظام بكل تأكيد يعني من هذه المجاذر أعتقد فرض الحل العسكري في إدلب، دفع المدنيين
إلى الحدود التركية، ربما إلى الداخل التركي، إجبار تركيا إلى سحب نقاطها أو جنودها من هناك وما إلى ذلك. يعني هذا هذا يقودنا إلى السؤال، هل تتوقع أن ترفع تركيا من أعداد قواتها بعد هذا القصف الذي حدث؟ هذا هو كان يعني هدف هذا الرد العسكري، تعزيز. يعني هنا نتحدث عن حوالي 50 عربة عسكرية، تعزيز هذه النقط، لا انسحاب. يعني النظام يريد سحب تركيا جنودها قوتها وإغلاق هذه النقط، ولكن تركيا أكدت أنها لن تسحب جنودها وستبقي على هذه النقاط. يعني طبعا الأصل من هذه النقاط كانت لهدف مراقبة وقف إطلاق النار، على الأقل حماية يعني هذه، تم تعزيز هذه النقاط وستبقى هذه النقاط هناك إلى وتركيا ستحاول يعني بالطرق الدبلوماسية عبر الحوار مع روسيا وبدعم الفصائل المعتدلة إيقاف محاولة النظام لفرض الحل العسكري في هذه المنطقة، لأن لا يمكن إيواء 4 ملايين، نتحدث عن 4 ملايين، إلى أين سيذهب هؤلاء الأشخاص يعني وهم سوريون يعني. نعم سيد قطاي، إذا صحت التقارير التي تحدثت عن مشاركة روسية حتى لو بالموافقة وأعطاء الضوء الأخضر للقوات النظام الأسد بهذا القصف، إذا صح ذلك فما مستقبل التفاهمات التركية الروسية في ضوء هذا المعطى الجديد؟ طبعا يعني هذا استمرار هذا القصف انتهاك واضح جدا لاتفاقيات التركية الروسية في سوشي ولمسار أستانا، لأنه تم الاتفاق على فرض الحل السياسي في إدلب وعدم السماح لأي طرف، لا للمعارضة ولا للنظام السعي للحل العسكري التمدد لمنطقة الآخر. ولكن هناك الآن روسيا كما سمعنا من تصريحات بوتين يعني يريد تكرار سيناريو حلب، سيناريو غوطة الشرقية وما إلى ذلك، يعني تسعى للحل العسكري. هذا الأمر بكل تأكيد الحوار التركي الروسي وجميع التفاهمات التي حصلت مع مسار أستانا مع اتفاقية سوشي. ولكن هذا لا يعني تختلف الدولتان على هذه المسألة، ولكن هناك مسائل أخرى تتواصل الطرفان، يعني هذا لا يعني القطيعة في علاقة التركية الروسية. هذه الخطوة، قضية القصف، هي خطوة استفزازية قد تجر تركيا ربما إلى الرد أو تجبرها على الرد، وقد تدخل فيها في أزمة كبيرة الآن بعد هذه الخطوة. هل تركيا مستوعبة ومتفهمة لما يحدث الآن من قضية أن هذا القصف هو محاولة ربما لجرها إلى صراع مسلح؟ بكل تأكيد، لولا ولذلك تصبر، يعني لا ترد إلا عندما تتعرض للقصف المتكرر، وإلا بإمكان تركيا يعني في هذه النقاط فيها أسلحة نوعية والجنود وقوات الخاصة تستطيع الرد وبشكل أقوى. ولكن تركيا تصبر وبموجب وتعمل بموجب الاتفاقيات، ولكن كما جاء في بيان وزارة الدفاع، في حال استمرار النظام بهذه الهجمات باستهداف القوات التركية بكل التأكيد سترد على الأقل لحماية نفسها. ولكن هناك دقة، يعني هناك حرص تركي عدم المواجهة مع قوات النظام إلا لحماية نفسها ومصالحها. سيد أوكتاي يلماز، الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم.